عليكم. حنا عمال ديال الشركه ديال النظافه قطاع ديال النظافه ديال ميكو مرمرتين. حنايا من هذا المنبر كنشوفوا بان المشكل اللي عندنا بحد ذاته هو التغطيه الصحيه. التغطيه الصحيه اللي صاحب جلالنا نصره الله بانه حتى مع المغرب كله اللي خدام واللي ما خدامش من حقه يكون عنده التغطيه الصحيه بالنسبه للمواطن. اي مواطن مغربي اللي كيعيش معنا في المغرب ولا خارج ارض المغرب خصو يستافد من التغطيه الصحيه. لهذا حنا كنتفاجئوا دابا حنايا عندنا العمال اللي عندهم مرض مزمن من السرطان من عندهم واحد العامل معنا عنده واحد ولده عنده خصو عمليه في الراس مشاو كيدفعوا الدواسه ديالهم بما تقبلوش. ملي ساقتين على السبب البارح العمومات اللي النقابيين ديال القطاع ديال النظافه ديال مرتين طلعوا للضمان الاجتماعي اللي كاين في تطوان طلعوا لي وتفاجئوا بان قالوا لي ماذا هو الشهر الاخري الا ما خرجتي الشركه ساوت الوضعيه ديالكم ديال التغطيه الصحيه راه حتى الصالير خلاص ديال الدراري صغار راه ما عايدوش شي. لهذا حنا تضامنا مع بطنا عملنا وقفه كاضراب ولا كوقفه احتجاجيه حتى نشوفوا المسؤولين باش يخرجوا معنا باش اي قرار يخرجوا معنا. وكنشكروا هذه الجريده ديال اليوم كنشكروها ان شاء الله وكنشكروهم على المسانده ديالهم في هذه المسائل ديال وما لا يعقل بان في 2023 العامل ديال النظافه يكون ما عندوش التغطيه الصحيه. هذه واحد المساله اللي هي رديئه وكنا حنايا كنحتجوا عليها بصوت عالي وهذا هو الرساله ديالنا ان شاء الله تكون واضحه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عندي المشاكل ديالي انا التغطيه الصحيه. انا من شهر 3 ما ذكرالوش بيا. انا كان عندي المرض كنت مريض بالمرض السرطان كنتعالج عليه بقيت 6 شهور كنتعالج. عندي 6 شواهد ما تخلصت حتى شي وحده. كنمشي للسينيس اش كيقولوا لي؟ كيقولوا هما ما كيذكرالوش بي. علاش ما هو السبب؟ كيقولوا دي الشركه ديالكم ما كتخلصش عليكم. كيجي لعند من هنايا كيقولوا لي انا حنا كنخلصوا. بقيت كنعاني هيداك بقيت كنعاني يلاه يلاه الله مشاو وقفوا لي الفلوس ديال العيال وقفوا لي الدواء ديال العيال. عبيت العائله داوي هذيك مرت تخلي عبيت على السبيطار صوت الدوسي ديالها مشيت عبيته دفعته رجع لي قال علاش ما هو السبب؟ قالوا لي سيدي انتينا ما كيخلصوش يعني ما غيخلصوا عليك لا على العيال لا على المراه. وانا عندي المراه كتعالج عاود عندها الدواء شهريه. عندي المرأة عندها 5 العامريه عملت لها وانا عندي السكانر 3500 درهم وكتبقى انا كنشبر في السكرصه ديالي 4000 درهم وكتبقى لي 3500 درهم ديال السكانر كتبقى لي 500 درهم وكنحيد 20 افرق الدواء للمرأة كتبقى لي 30 افرق. شكون كيعاونوني؟ المؤمنين الحمد لله والشكر. وعاونوني العمال ديال النظافه ما نسلمش الخير ديالهم الله يجازيهم بخير. وعاونوني المؤمنين المحسنين على برا الله يطول في عمرهم. والمشاكل ديالي انا دابا وعندي 5 شواهد قلت لك 6 شواهد حتى وحده ما تخالصت فيها. ما نعرفش كيف كيمشي السينيسي كيقول ما غتخالصش فيها السينيسي هما ما كيخلصوش. كنجي لهنايا كيقول لي والو انا صافي يدي شادو ما عرفتش راسي فين غنمشي. غير غنطلع السينيسي للدار البيضاء غنمشي للرباط ولا الحاله ديالي انا مجريه ما عرفتش راسي انا. انا دابا كنطلب غير شي مسؤول هيدا غير شي مسؤول غير يوري لي البيبان فين غنمشي. ما طالبش شي حاجه انا كنطلب ديالي ما خصنيش شي حاجه انا. انا الشركه غتقوز الشركه غتقوز لي السنيس ديالي تقوز لي المسائل ديالي ما نطلب والو. شنو نضر لك انا نمشي سوق الدوسي خلصوا لي الشركه وغدا الشركه مشات بحال غدا شو غيخلص الدوسي ديالي؟ ما كاين اللي خلصوه لي. الله يجازيكم بخير. المشكل اللي عندنا هنايا هو هاد الناس هادو ما كيقطعوا لنا التغطيه الصحيه وما كيخلصوها لنا شي علاش؟ انا بيدي عندي الزوجه عندها مرض مدمن مرض السكر وهاد الناس هادو ملي كنمشيو ندفعوا على المسائل ديالنا باش يردوا لنا ديك البركه وهادي ما كنجبروا والو. علاش ما كيخلصوا لنا هاد الناس هادو ما عرفناش يعني.